أقنعت جوزي إنه هو اللي يعمل صينية الكفتة بالبندورة، لأنه ببدأ فيها بتطلع معه كتير طيبة، وهيك أنا برتاح من الطبيخ. أول إشي بضيف البقدونس المفروم الناعم والبصل المفروم والتومة المهروسة على اللحمة المفرومة، ودائما بقولي لازم يكون فيها نسبة من الدهن بتطلع كتير أطيب. وبدنا كمان البابريكا اللي مدخنة والفلفل الأسود والملح، وببدأ يخلطها بإيديه لغاية ما تتجانس كل المكونات مع بعضيها. وهيك بعد ما خلطت كل المكونات مع بعضيها بده ينقلها على صينية، وبفضل إنها تكون مصنوعة من الألمنيوم، كتير بتطلع أطيب ويكون كمان إلها حواف. بده يفرتها وتكون سماكتها رفيعة، وبيضغط عليها شوية بأطراف أصابعه ليثبتها على القاعدة. وهيك بعد ما تكون صارت جاهزة رح يجهزها الصوص. فبجات صغير بده يضيف معجون البندورة على المية ويحركهم لغاية ما يتجانسوا مع بعضهم، وبعدين بضيف الفلفل الأسود والملح، وبرجع وبحركهم مرة تانية لغاية ما تتجانس المكونات مع بعضها. والتويست اللي رح يضيف لنا نكهة كتير طيبة هو الزعتر الأخضر الناشف، بفركه بإيديه وبزيده على الصوص. وهيك صار جاهز، فبتركه على جنب وبرجع بجيب صينية الكفتة، بوزع عليها طبقة من البندورة المقطعة على دوائر وبهايدي السماكة، وكمان رح يحط طبقة من البصل المقطعة على دوائر وبنفس سماكة البندورة، وبفرفتهم بنفس هذه الطريقة. وآخر إشي رح يوزع الفلفل الحار المقطع على دوائر رفيع، وبوزعهم بين البصل، وبوزع الصوص اللي جهزناه. وطبعا ما بدنا ننسى السمنة، رح تضيف لنا نكهة كتير زاكية. ومندخلها على فرن محمق بالبوقت على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تقريبا ساعة أو لغاية ما تستوي. وهيك صينية الكفتة بالبندورة صارت جاهزة، فبنقدمها مع الخبز والبطاطا المقلية. كل المكونات بتلاقوها بالديسكريبشن تحت الفيديو، جربوها وألف صحة.